كل والله استاذ. تمام. اوكي يس، راح نبدا المحاضره. انا نزلت المحاضره على التليجرام، مكتوبه محاضره يوم الثلاثاء المصادف 16/3/2021. صوتي واضح للكل اللي هو listen to she is a born leader. اوكي، هي قياديه بالفطره. كلكم وياي، الكل نعم. وياي، الكل وياي، صوتي واضح للكل. Yes, yes, it's clear, doctor. اوكي، اتس I كلير، can hear you. تمام، صوتي واضح، تمام. راح نبدا ب listen to الدرس الثاني. She is a born leader. What do you think? What is the meaning of a born leader? Or she is a born leader? What do you think? Who can answer me? من يقدر يجاوبني؟ Who can answer me? Yes. قائد بالفطرة. قائد بالفطرة. Yes. And what do you think? Also, لمياء. Yes. قائد. محمد. يا قائد بالفطرة. قائد بالفطرة. إنها ولدت قائدة. Yes. إنها قيادية بالفطرة. Yes. Someone means someone، شخص ما. Who borns، الذي ولد. Yes. Okay. Who guides، الذي يرشد. Someone، هو شخص ما. Who guides، الذي يرشد. And directs، ويوجه. الآخرين. Yes. Others، آخرين. Naturally، بصورة طبيعية. فسموه a born leader. طبعا a born leader هو اسم. دائما الاسم باللغة الإنجليزية ايش ياخذ قبله؟ ياخذ قبله a أو an. اوكي، الاسم إذا بدأ بحرف صحيح فهنخلي له a. a شنو معناها a؟ معناها عدد واحد من. وإذا الاسم بدأ بحرف علة أو بصوت علة فهنخلي له an. اوكي، أيضا an معناها عدد واحد من، والa أيضا معناها عدد واحد من، تأتي مع الأسماء المفردة. اوكي، مثال شنو نقول؟ He is an engineer، إنه مهندس. She is a lawyer، هي محامية. فالآ والآن أستخدمها مع الأسماء المفردة. أوكي، a born leader اسم مفرد فاستخدمت له آ. كلير، واضح؟ كلير، واضحة؟ نعم دكتور. وقبل الآ والآن أقدر أستخدم is، are، is و am. is و am قبل الاسم المفرد. أوكي، he is a born leader، she is a born leader. أوكي، I am a born leader. On this way، فنستخدم قبل اسم المفرد is و am، وش يجي بعدها؟ a أو an، معناها عدد واحد من. تمام. Let's continue. استمر. عندنا asking السؤال about، بشأن أو عن someone، شخص ما. personality type، السؤال عن الصفة الشخصية أو نوعية. type، نوعية. personality، الصفة الشخصية. personality، الصفة الشخصية. someone، لشخص ما. about، yes، about، yes، بشأن شخص ما. describing، وصف someone، شخص ما. personality type، وصف النوعية الشخصية لشخص ما. the personality means الصفة الشخصية، type it means نوعية. so هنتعلم شلون نسأل عن الصفة الشخصية، ونتعلم شلون نسأل عن الصفة الشخصية لشخص معين. so we have number one، vocabulary، كلمات. vocabulary، كلمات. complete، أكمل. the sentences، الجمل. much، وصل. the types، أنواع. of people، الناس. with the correct definitions، مع التعاريف الصحيحة. number one، عندنا a role model. what's the meaning؟ what do you think؟ what's the meaning of a role model؟ شنو معنات role model؟ قدوة دكتور. قدوة. yes. قدوة. قدوة أيضاً اسم. أيضاً اسم. yes. someone who acts، someone، شخص ما. who acts، الذي يتصرف أو يمثل. an example، كمثال. to others، إلى الآخرين. اوكي، في سموه a role model، قدوة. طبعا أيضا قدوة اسم، شو يجي قبلها؟ يجي قبلها a. ليش؟ لأن role model بدأت بحرف ال R. شو نقول؟ my father، أبي، is، هو a role model، قدوة. أو شو نقول؟ he is a role model، she is a role model، I am a role model. فالرول مودل اشتغل قبلها، تاخذ قبلها a لان مفرد، وش يجي قبلها؟ يجي قبلها is او am، والis ويا من تجي؟ تجي ويا الهي والشي والit، والam تجي ويا الاي. كلي، واضحة؟ واضحة للكل. you must be a role model to your family. من دكتور؟ yes، you must be، يجب ان تكون ايضا. نقدر نقول you must be a role model، نقدر نخلي بعدها be ونجي بعدها a والاسم a role model. اوكي، okay. Do you have questions؟ عندكم أسئلة واضحة؟ نعم دكتور.
واضحة؟ clear is واضح. clear. Okay. Yes, you don't have questions. ننتقل إلى B. Problem solver. Problem solver حلال مشاكل. Problem solver حلال مشاكل. What's the meaning? Yes, it means someone شخص ما who can الذي يستطيع solves أن يحل problems المشاكل. Yes, easily بسهولة. Problem solver أيضا حلال مشاكل أيضا اسم. شو يجي قبلها؟ يجي قبلها A تأخذ A ليش؟ لأن P P P P حرف صحيح فتأخذ A المفرد. أيضا قبلها يس نقول my brother is a problem solver. Is a problem solver. Why? Because بسبب he always هو دائما solves يحل all the problems جميع المشاكل. أو I am a problem solver. Yes. واضحة؟ Okay. Clear. For all of you واضحة الكل؟ واضحة؟ You don't have questions. ما عندكم أسئلة؟ ما عندكم أسئلة. تمام. عندنا follower تابع. Follower أيضا اسم تابع. شو معنى التابع؟ برأيكم شو معنى التابع؟ follower ملاحق. follower means تابع. Someone شخص ما who follows الذي يتبع the others الآخرين and imitates ويقلد and imitates them ويقلدهم. imitates them يعني شو شخص يتبع الآخرين ويقلدهم. ايش يسموه follower تابع. follower تابع. اوكي مثال my friend صديقي is a follower هو تابع because he always دائما yes imitates يقلد and follow ويتبع yes his friends أصدقائه. clear واضح؟ clear واضحة؟ clear. okay clear. born leader مثل ما قلنا شنو معنى born leader؟ what's the meaning of born leader؟ قيادي. yes قيادي بالفطرة. okay someone شخص ما yes who what who yes who guides الذي يرشد who guides يرشد and directs ويوجه others الآخرين naturally. example مين who can give me an example مين يعطيني مثال على born leader. Who can give me an example? You are exactly a born leader. You are exactly a born leader. Okay. Oh, my father Abby is a born leader. إنه قيادي بالفطرة. Because yes, he what he is responsible. إنه مسؤول about our family and عائلتنا. Okay. The next one we have loner. What's the meaning of loner? Loner. متوحد دكتور. وحيد. وحيد. وحيد شخص وحيد معناها اسم. اسم أيضا معناها شخص وحيد. someone شخص ما who prefers الذي يفضل to be alone أن يكون وحيدا. okay who prefers الذي يفضل to be alone أن يكون وحيدا. okay okay no. okay example he was loner at work. مثال I am أنا a loner أنا وحيد أنا شخص وحيد I am a loner أنا شخص وحيد because I prefer أنا أفضل to be alone أن أكون وحيدا. okay on this way فالونر it means a loner معناها اسم معناها شخص وحيد اسم lonely lonely عندنا صفة معناها وحيد lonely تختلف lonely صفة شخص وحيد اسم. اوكي فايضا شو يجي قبلها يجي قبلها a a loner a loner شو يجي قبل a يجي قبلها is او am he is a loner she is a loner I am a loner. في واضح؟ نعم. اوكي we have also optimist. what's the meaning of optimist؟ متفائل. Optimist معناها yes yes optimist معناها yes متفائل أو شخص متفائل شخص متفائل أيضا اسم. ديش optimistic إيجابي. ديش optimistic تكون صفة يعني شو نضيف الـ T بعد الـ T هي optimist نفسها شو نضيف نضيف إلى I C تكون صير optimistic تكون صفة متفائل.
اما اذا اوبتيمست وحدها فتكون شخص متفائل. اوبتيمست وحدها شو تكون؟ تكون شخص متفائل اسم. اوكي فعل هالترتيب. ايضا اوبتيمست بعد بها حرف، حرف الاو يس حرف عله، فش تاخذ؟ تاخذ ان. ايش تاخذ؟ ان. فش يصير؟ I am an optimist. I am an optimist. He is an optimist. My father is an optimist. أبي هو شخص متفائل. An optimist. Sorry. Yes, an optimist. متفائل. Because بسبب he yes he thinks or he feels يشعر yes positively بشكل إيجابي about his future or about his life. في واضحة؟ واضحة؟ عندكم أسئلة؟ عندكم أسئلة؟ Okay, don't have. Okay, let's continue. نستمر. We have pessimist. What's the meaning of pessimist? متشائم. Pessimist it means شخص متشائم. شخص متشائم. اسم. لازم أفرق بين الاسم وبين الصفة. الاسم ياخذ A او ان اذا كان مفرد، واذا كان الصفه ما تاخذ A او ان، مباشره تاخذ قبلها is or am. اوكي يس فبزمست شو مينز معناها شخص متشائم. بزمستك صفه. بزمستك صفه. بزمست اسم. مثال ماي فادر ابي از ا بزمست، هو شخص متشائم. ايش بيه مشائم؟ شخص مشائم. واي؟ بيكوز هي اولويز دائما فيلز يشعر negatively بشكل سلبي about his future عن المستقبل. اهو في واضح؟ clear؟ واضحة؟ okay yes if you have a question ask me. اذا عندكم سؤال سألوني. okay we have know it all. know it all what's the meaning of know it all means يعرف كل شيء. someone who knows everything or someone شخص ما who tries or who pretends who tries الذي يحاول or who pretend يتظاهر yes to know everything يتظاهر بأنه يعرف كل شيء ولكن هو يحاول أو يحاول بأنه يعرف كل شيء because he reads a lot of books or watch a lot of documentary films. he reads إنه يقرأ a lot of books الكثير من الكتب or watches he watches a lot of الكثير من documentary movies okay أفلام وثائقية or films on this way. واضحة clear؟ فش نقول my brother أخي is a know it all يعرف كل شيء. okay because he thinks يعتقد he has all the answers لأنه لديه جميع الإجابات. okay أو I am a know it all أنا أعرف كل شيء a know it all because I know everything أو I read a lot of books a lot of books. كلي واضح؟ Okay, so do you have questions? عندكم أسئلة؟ Do you have questions? أستاذ العفو عندك تعريف على هاي ال أستاذ التعريف موجودة لي جوا. تعريف موجودة لي جوا بالتمرين هو نفس التمرين قدامنا موجودة هسه حلها واحدة ورا الثانية واحدة ورا الثانية تعريف. Okay. Okay. So I'm going to read once again حقرا الكلمات. After that you are going to read after me. Okay. Yes, so I'm going to repeat them. Role model. Problem solver. Follower. Born leader. Loner. Optimist. Pessimist. Know it all. Okay. So who is ready for reading? من جاهز للقراءة؟ Who is ready for reading? قراءة الكلمات. I'm ready. Yes, okay, Muhammad, start reading. Role model. Mm-hmm. Problem solver. Follower. Yes. Born leader. Okay. Loner. Okay. Optimist. Mm-hmm. Pessimist. Mm-hmm. Know it all. Okay, great. Thank you. Yes, excellent. Who's next? Thank you. Who's next? Yes, Kamal. I'm listening to you. Role model. Mm-hmm. Problem solver. Mm-hmm. Follower. Mm-hmm. Own leader.
loner, optimist, pessimist, no at all. No at all. Yes, thank you very much. Great. That's excellent. Who is next? Mehran Jahez? Yes, Lamia. Lamia. Okay. Okay. I'm ready. Okay, yes. Who is with us? Okay, Asad, minu yani? Khadar, Khadar. Okay, Khadar, yes. Khadar. Mm-hmm. Okay. Okay. Role model, role model, problem solver, problem solver, follower, follower, moral leader, moral leader, donor, donor, optimist, optimist, pessimist, 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 not. So, not all. Know it all. Know it all. Not all. Okay, it's great. Thank you very much. Okay, so who's next? Yes, Mia just in. Lamia. Lamia has gone. Okay. Lamia is not with us. Okay. So, okay, let's continue. Let's continue, Stimmer. Let's continue. Okay, so we have exercise in the tamarin. Number one. Exercise, tamrin, exercise number one. And what if? Which if an optimist, a shakhs al-mutafa'il, feels yashar positively بشكل إيجابي about the future. بشأن المستقبل. An optimist, a shakhs al-mutafa'il, feels yashar positively بشكل إيجابي about the future. Yes. أنا طبعا أنا بدي أقرأها بغير طريقة بالنسبة لي. Okay, شو نقول مثلا حاس عبد الأصف. My father Abby is هو an optimist. Why? Because number one, he feels يشعر positively بشكل إيجابي about the future. My father Abby is an optimist هو شخص متفائل because بسبب he feels هو يشعر positively بشكل إيجابي about the future بشأن المستقبل. هي واضحة للكل؟ واضحة مفهومة للكل؟ واضحة؟ نعم واضح. Okay, number two. Number two. Feels يشعر negatively بشكل سلبي about the future بشأن المستقبل. أي كلمة تكون هي number two? Which one? Which word match with two? Pessimist. Pessimist, المتشائم. Yes, example. My little brother, أخي الصغيروني أو أخي الصغير. My little brother, أخي الصغير, is هو a pessimist, هو شخص متشائم. Because, بسبب, he feels, يشعر, negatively, yes, بشكل سلبي, about the future, بشكل المستقبل. My little brother, أخي الصغير, is a pessimist, هو متشائم, because, بسبب, he feels, يشعر, negatively, بشكل سلبي, about the future. Okay, number three. Number three, tries, يحاول, to find and يجد solutions, حلول. Which one goes with three? Problem solver. Problem solver. Problem solver. Okay. Yes, I am أنا, a problem solver. Yes, أحل المشاكل أو حل المشاكل. Because I try, أنا أحاول, to find and يجد solutions, حلول. Yes, I am Anna, a problem solver. Yes, because بسبب I try أنا أحاول to find and أجد solutions حلول. Clear واضحة؟ Clear؟ واضحة. Okay. Number four. Number four. Yes, four. عندنا acts يمثل an example كقدوة أو نموذج كقدوة. An example means قدوة to others للآخرين. Which one? Number four? Role model. Role model. A role model. Number one, number four, number four, number four. My friend, صديقي, my friend, صديقي, is a role model, is a role model, هو قدوة, because, بسبب, he acts, هو يمثل, an example, كمثال, to others, إلى الآخرين. My friend is a role model, because he acts, an example, to others. الآخرين. Clear, واضحة؟ Okay. Number five.
Number five. Thinks يفكر. Yes, أو يعتقد. Sorry. Thinks يعتقد. He, هو, or she, أو هي, has لديها all the answers. جميع الإجابات. So which one? Know it all. Know it all. Know it all. Know it all. Okay, great. Excellent. Okay, know it all. Know it all. Yes. My mother. Yes, we can say my friend. We can say my friend, صديقي, is a know it all. Is a know it all because he thinks, no, يعتقد, he has لديه all the answers. لديه جميع الأجوبة. Know it all. Okay, five, six. Prefers, يفضل, to be alone, أن يكون وحيدا. Which one? Six. Loner. A loner. A loner. A loner. I am a loner. I am a loner because I prefer, أن أفضل, to be alone. Yes, I am a loner. أنا شخص وحيد. Because, بسبب, I prefer, أن أفضل, to be alone, أن أكون وحيدا. 7. Follows يتبع the crowd, الجمهور. Follows يتبع the crowd, الجمهور. Follower. Yes, which one? Follower. 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 Yes. I am a follower. I am a follower because I follow the crowd. I follow يتبع the crowd, الجمهور. 8. Guides your shit. Or direct, يوجه others, الآخرين, naturally. So which one? Guides your shit, or direct, يوجه others, الآخرين, naturally, بصورة طبيعية. Naturally, بصورة طبيعية. Born leader. Born leader. My father, Abby, is a born leader because he guides your shit, or direct, يوجه others, الآخرين, naturally, بصورة طبيعية. On this way. So, is it clear, واضحة؟ واضحة؟ نعم واضح. Okay. So, you are going to read it as I read it. Okay. هتقروها مثل ما أنا قريتها. Example, مثال. Yes, my brother is an optimist. Number one. Number one. My brother is an optimist because he feels positively about the future. فهقراها بهالطريقة. بهالطريقة هقراها. جمل جملة وسبب. Number two, my little sister, أختي الصغيرة, is a pessimist. هي متشائمة because she feels negatively, إنها تشعر بشكل سلبي about her future, بشأن مستقبلها. وهكذا. Clear, واضح? Clear? Yeah. Okay, I'll give you 1 minute, أعطيكم دقيقة واحدة, to prepare yourself, تحاولون تحضرون نفسكم. تقرون الجمل ويا نفسكم، نقرأ الجمل، نعطي وصف لأفراد العائلة أو الأصدقاء مع ذكر الأسباب، فنفس الجمل اللي إحنا حليناها ولكن نعطيها جملة لوصف شخص معين مع إعطاء السبب، وصف شخص معين مع إعطاء السبب. So you have 1 minute to start. عندكم دقيقة واحدة تحضروا بيها. بعدين حنبدأ نقرأ. Okay, how's the move?
اوكي سو از ريدي من جهاز ايضا من جهاز ادنى يس دكتور يعني جملة واحدة لو كل الجمل كل الجمل كل الجمل حنقراها حنقراها مثل ما انا قريتها يس حسب الحل اللي حليناه نمبر 1 ماي براذر از ان اوبتيمست هو شخص متفائل because he feels يشعر positively بشكل ايجابي about the future واكمل الجمله البقيه yes my sister is a pessimist because she feels negatively about her future about the future وهكذا اوكي فالسبب مذكور قدام السبب مجرد ما اوصف الشخص واذكر السبب منين من التمرين اذكر السبب من التمرين اللي امامي تمام نعم يس من جاهز عدنان هو از ريدي اوكي من جاهز يس محمد جاهز نعم محمد او كمال محمد. نعم دكتور كمال جاهز كمال ستارت نبدا My little brother is a pessimist because he feels negatively about the future. Number three. I am a problem solver because I try to find solutions. Okay, great. Number four. My friend is a role model because he acts One an example. Example. Two others. Okay, number five. Number five. My friend is know it all because he thinks he knows everything. Because he thinks that he knows everything. Okay, or that he has all the answers. That he has all the answers. Number six. I am a loner because I prefer to be alone. Okay, number seven. I am a follower because I follow the crowd. I follow the crowd. Okay, number eight. My father is a born lead because he direct. Yes, guides. He guides or directs. He directs the guide. Others naturally. To other naturally. Yes. Okay. Yes. Thank you very much. Great. You did well. You did well. Great. Who is next? Maitland Jahez. Majaz Adne. Okay, now I'm ready. Okay, خضر. Okay. خضر. My brother is was optimist because he feel positively about the future. My sister, my little sister, is a myth because she feel negatively about the future. Okay, my friend is a problem solver because he tried to find solutions. Solutions. Four. Okay. Four. My friend is a role model because he acts as an example to others. Right. Yes. My sister is not all because she thinks all the answer. She thinks that she has all the answers. I am a loner because I prefer to be alone. I am a loner because I prefer to be alone. Seven. My friend, a follower, is a because follower. Is he a followed. Follower. Is a follow because he follows because he follows the crowd. He follows the crowd. Okay. Yes. Okay. Eight. My father is born leader because he guide other naturally. That's because he guides yes or directs yes okay others, okay yes naturally. Okay. Great. Thank you very much. Okay. Yes. محمد ردي محمد جاهز اوكي دكتور اوكي ليتس ستارت يس يس ماي
my brother feels positively about the future. My little brother, yes, a pessimist, feels negatively because about his future. Yes, because he feels negatively about his future. Okay, great. Let's continue. Yes. Mr. My friend is a problem solver. Problem solver. Yes. Because he tried to find a solution. He tries. Tried to find solutions. Solutions. Okay. Yes. Okay. Number four. Our role model. My brother, Aki. Our role model because he acts as an example or to others. Okay, great. Number five. Yes. My father. My father is a know-it-all. He has all the answers. He thinks that he has all the answers. Okay, number six. Yes. I'm a loner. Yes. Because I don't have any sister or brother. I am a loner because I don't have any sisters, okay, and the brothers. Okay. And the brothers. Brothers. Okay. Yes, seven. Yes. Seven. My child follows me. As a follower, because he always follows me. As a follower, because yes, always follows me. Follows me. Always follows me. Okay. Yes. Yes. My father is a born leader. Yes, why? Because he guides his family. Yes. Yes, because he guides, okay, his family. Okay, he guides his family. Okay, great. As I think is clear. Yes, thank you. Yes, you are welcome. Okay, as I think is clear for all of you. Yes. Okay, so great. Let's continue, Mr. Mer. We have B pair work. Yes, tell Akhbar your partner, Sharikuka Fussaf, or Zamiluka Fi Al Saf, about and the people and nas you know, Alvin Tarifahum, who fit Alvitan Tabak Alayhum. The descriptions and mawasafat above ala. Example, my best friend Sadiqi al-Mufaddal is an optimist. هو شخص متفائل. Yes, she always هي دائما thinks to فكر positively بشكل إيجابي. B, my dad Abi is my role model. هو قدوتي. هنا حيكون عندنا واجب, حيكون عندنا homework. الواجب هو تقريبا حكتب تقريبا 8 جمل, حكتب على أقل شيء 8 جمل to describe, حتى أصف, yes, your family members, توصف أفراد عائلتك and your friends, وأصدقائك. Okay, by using the mentioned vocabulary, باستخدام الكلمات المذكورة, yes, mentioned vocabulary already, باستخدام الكلمات المذكورة مسبقا مع الأسباب. فحنوصف أفراد العائلة, نوصف الأصدقاء باستخدام الكلمات المذكورة مسبقا مع ذكر الأسباب لكل صفة. واضحة؟ نطلعها الأسباب, نطلعها الأسباب من التمرين اللي أخذناه مسبقا. واضح تمام؟ واضح؟ واضح. يكون عندنا واجب حسألكم بي الأسبوع القادم إن شاء الله. تمام. ننتقل إلى number two conversation, محادثة number two conversation. Listen, استمع. Listen, استمع. Who, من هو الشخص, do Andy, الذي Andy وكيت think يعتقدون
Yes, with B سوف يكون the best choice, الاختيار الأفضل for the student union president, لرئاسة اتحاد طلبة. من يتوقعون؟ Okay, Andy وكيت بين الشخص اللي حيكون أفضل yes, لرئاسة اتحاد طلبة. What is Richard like? كيف يبدو Richard? شون Richard يبدو؟ Andy, who would be من سوف يكون a good person, الشخص الجيد for the student union president, لرئاسة اتحاد طلبة. Kit, we need someone, نحن نحتاج شخص ما, who has, الذي لديه, lots of good ideas, lots, العديد of good ideas, الكثير أو عديد من أفكار الجيدة. Yes, how about Amy? ما رأيك بأيمي؟ Yes, she is a born leader, إنها قيادية بالفطرة. People, الناس, listen to her, listen, يستمعون to her, لها. She is an optimist, هي شخص متفائل. And I like that, أنا أحب هذا الشيء بها. There is also, كذلك هنالك, that new student, طالب جديد. Richard, اسمه Richard. What do you think of him? شنو رأيك بي؟ Well, حسنا, he is a lot of fun, إنه مرح كثيرا. A lot of means كثيرا, of fun, مرح. Yes. Okay. Lots of fun. Yes. Okay. لديه الكثير من yes من المرح. Yes. Okay. But he is kind. ولكن إنه نوع of a know it all. يعرف كل شيء. He is kind. No, no. Of know it all. يعرف كل شيء. I guess you are right. أنا أتوقع. Yes. وأنا أخمن. I guess you are أنت right. على حق. Let's talk. أنا أتحدث to Amy. إلى Amy and see ونرى if she is interested. إذا كانت مهتمة بهذا الشيء. Okay. So is it clear? واضحة. Is it clear? Okay. واضحة للكل. واضحة للكل. صوتي واضح. واضح دكتور. تمام. عندنا we have fun. Okay. We have okay at the bottom of the page. عندنا في أسفل الصفحة we have sentences. عندنا جمل. We can use them. نقدر نستخدمهم to replace and نغير okay the sentences. نغير الجمل in this conversation or to change the meaning. أو نغير معنى okay of this conversation. تغيير معنى هذه الجملة. Number one. Okay. I don't think. أنا لا أعتقد he would be إنه سوف يكون a good choice. اختيار جيد. Number two, do you have هل لديك any ideas أي أفكار جديدة? Number three, we need نحن نحتاج someone شخص ما who is positive الذي يكون ماذا إيجابي. Yes. Number four, would he make هل سوف يكون a good leader قائد جيد on this way. Okay, so let us listen نستمع للمحادثة. Let us listen to this conversation. نستمع إلى المحادثة. Let us listen. Page 5. Listening. صوت واضح للكل. صوت واضح للكل. Okay. A and B. Great party, isn't it? Yeah. But I don't know many people here. You don't? Do you? No, not this one. No, كلا 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 ليس هذا. لا وليس هذا الاستماع اللي أنا جدا أريده. Great party, isn't it? None of this one. فقط I'm going to make a delete for everyone. نمسحهم. ها هو listen. Okay, CD 1, 6. Okay, just wait a little. Okay. Audio. Yes, CD 1. Okay. 6 and 7. Open them. Here, send them. Okay. Let us listen to 6. Yes, here and see.
Lesson 2. She's a born leader. Page 4. Conversation. A. Listen. Who do Andy and Kit think would be the best choice for student union president? What is Richard like? Who would be a good person for student union president? We need someone who has lots of good ideas. How about Amy? She's a born leader. People listen to her. And she's an optimist. I like that. There's also that new student, Richard. What do you think of him? Well, he's a lot of fun, but he's kind of a know-it-all. I guess you're right. Let's talk to Amy and see if she's interested. Okay, so we're going to listen once again. Listen مرة أخرى. So, what is it called? Lesson 2. Yes. She's a born leader. Page 4. Conversation. A. Listen. Who do Andy and Kit think would be the best choice for student union president? What is Richard like? Who would be a good person for student union president? We need someone who has lots of good ideas. How about Amy? She's a born leader. People listen to her. And she's an optimist. I like that. There's also that new student, Richard. What do you think of him? Well, he's a lot of fun, but he's kind of a know-it-all. I guess you're right. Let's talk to Amy and see if she's interested. Okay, let's explain something. Okay. لحد الآن واضحة؟ واضحة تمام؟ Okay. نعم. طبعاً okay. بالنسبة عندنا الفرق بين a lot of, okay, lot of, will lots of. Yes, who knows? Yes. What is different? What is the difference between a lot of or lots of? الكثير من. Yes, may I have a فرق بين a lot of or lots of. عندنا a lot of fun. A lot of fun. A lot of fun. كثير من المرح. Okay. Okay. فa lot of تأخذ دائما. A lot of. A lot of fun. تأخذ الأشياء شنو؟ المعدودة. Lots of. Lots of تأخذ أشياء الغير معدودة on this way. Okay. فعندنا هاي a lot of fun. Okay. هنا عندنا بالمحادثة ذاكرين a lot of fun. A lot of fun. What does it mean of a lot of? معناها الكثير من. A lot of. A lot of الكثير من. فa lot of يا من تجي. تجي ويا الأشياء ماذا؟ المعدودة. أوكي؟ ويا الأشياء شنو؟ المعدودة. أما lots of تجي ويا الأشياء الغير معدودة. فالفن أوكي أشياء معدودة. المرح. فاستخدمنا a lot of fun. أو عندنا a lot of books. كتب معدودة. أوكي. بس إذا عندنا money. Money مثلا. Money مال غير معدود. فش يصير؟ Lots of money. Lots of money. فنضيف لها S. فش يصير؟ Yes, lots of money. فلوتس of تجي الأشياء الغير معدودة. أما a lot of, yes, a lot of تجي الأشياء, sorry. Lots of تجي الأشياء الغير معدودة. أما a lot of تجي الأشياء الغير, a lot of تجي الأشياء المعدودة. أما lots of تجي الأشياء الغير معدودة. فلتنتهي بS تجي الأشياء اللي غير معدودة. أما هي اللي بدون S أوكي تكون من الأشياء المعدودة. كي واضح؟ نعم واضح. شكرا. أوكي. فهنا شو هنسوي هسه في المحادثة؟ هنغير معنى المحادثة. شو هنسوي؟ هنغير معنى المحادثة. Example. Who would be من سوف يكون a good manager بدال a good person. بدال a good person نقدر نقول a good manager المدير الجيد. Or we can say a company manager, مدير الشركة, for, yes, for the ministry, or for this, yes, company, هذه الشركة. Or who would be a manager, مثلا فيكون, yes, مدير, for المنصور High School,
لمدرسة المنصور. شو حيجاوب مثلا؟ خلي علي. We need, نحن نحتاج, أو we need, نحن نحتاج. Yes, a person. Without someone, شو نقدر نقول؟ نقدر نقول a person, شخص ما. Or a guy, شخص ما. Who has, الذي لديه, lots of good ideas. فنشوف هنا شنو اللوتس هنا أخذت؟ اللوتس, شنو أخذت اللوتس؟ اللي بيها S. Lots of good ideas. فاللوتس أخذت الأشياء المعدودة. Lots of good ideas or lots of creative ideas. الأشياء, yes, okay, yes. الكثير من الأفكار المبدعة. Lots of creative ideas. Lots of creative ideas on this way. الكثير من الأفكار المبدعة. بدل good استخدمنا creative. Yes, our thoughts. نحن نستخدم thoughts, أفكار. Yes, our creative thoughts. أفكار, yes, مبدعة. بدال good ideas. What do you think? بدال how about? استخدم what do you think? ماذا تعتقد? What do you think about Ali? What do you think? ما رأيك? Yes, about Ali. He is, نقدر نقول he is. بدال she is, نقدر نستخدم he. Yes, بدال she is, نقدر نستخدم he is. He is a problem solver. إنه حلال مشاكل. بدال our leader, نقدر a problem solver. Yes, because he always دائما, okay, so tries, يحاول to find and يجد solutions. And يجد الحلول. Okay. Yes, and, yes, she is وهي, and he is وهو ماذا هو؟ هو, well, we can say, a born leader. وهو قيادي بالفطرة. بدال she is an optimist, نقدر نقول, he is a born leader. I like that. أنا أحب هذا الشيء به. Oh, I love this, okay, characteristic. I love this characteristics about him. Okay, there is also that new student. Without there is also that new student, we can say, okay, there is also, oh, there's, there is, yes, another person, another person, another person, شخص آخر, Mustafa. What do you think of him? What do you think, okay, what is your opinion? Without what do you think of him? What is your opinion, Mara Yuke? About him. What is your opinion about him? فأبدي أغير بالجملة يعني أتلاعب بها. أشوفها في شيء مرادف إلها أو قريب إلها. Well أو good أو actually بالحقيقة. بدال well أقدر أستخدم actually. He is funny. بدال he has a lot of fun. أقدر أقول he is funny إنه مرح. But okay he is what he is. He is what can say he is a loner. He is a loner. إنه وحيد. Okay. أو yes. أو يحب أن يكون وحيدا. I guess you are right. أو I guess you are correct. بدل you are right. You are right. إذا نستخدم you are correct. Let's talk. دعنا نتحدث. أو let's chat. أو yes. Let us speak. دعنا نتحدث with Ali and see ونرى if he is interested. إذا كان مهتما. Or if he like. If he likes him. إذا كان يحبه. كي واضح؟ واضحة. ومجرد ما أغير المحادثة وأبدي أغير بها أغير بالجمل وأبدي أقرأها مثل ما أنا أغيرها. طبعا هنا إحنا نبدأ نغير بها نستخدم قاموس حتى أبدي أغير الجمل أو أستخدم شيء مقارب لها أغير الصفات أغير الأسماء. On this way. وأغير نوعية السؤال بحيث يكون السؤال أيضا مشابه. Okay. واضحة. Clear. واضح. So this will be homework. نعم. This. This will be homework. No. Okay. This will be homework. But you are going to do, okay, do it right away. هنسويها أيضا حالا. نقدر نشتغل عليها هسا. I'll give you, we can say 4 minutes or 3 minutes. أطلقكم 3 دقائق أو 4 دقائق. Okay, نحاول نغيرها. We're going to rewrite it once again. نعيد كتابتها مرة أخرى ونبدأ بكتابتها. Okay, you have 3 minutes. عندكم 3 دقائق. حاولوا تغيروها. Okay, تشتغلون عليها. So نبدأ بالكتابة. حاول نغيرها. نستخدم yes كلمات مقاربة. دكتور بس نفس الشات مو واضح. لأنه الصوت مو كان واضح. الصوت ما كان واضح. الصوت ما كان واضح. تمام. اللي عندنا محادثة أمامنا. أوكي. راح نبدأ نغير بالصفات اللي موجودة داخل المحادثة. راح نبدأ نغير بالجمل
اللي داخل المحادثة حاول تكون قريبة. مثال yes who would be okay a good manager, بدال a good person نقدر نقول a good manager for this company, لهذه الشركة. Okay, واضح صوتي؟ واضح صوتي؟ واضح؟ نعم دكتور نعم واضح. Okay, بدال ما أقول we need someone okay who has a lot okay good practice, نقدر نقول we need a person, نحتاج شخص, or a guy person who الذي yes or has yes okay a lot of, نقدر نقول many of, many yes many go creative ideas. بدال good نستخدم creative ideas or thoughts of car, thoughts of car. How about بدال how about Amy نقول what do you think of Ali. اوكي فأبدي أغير. He is a born leader, she is a born leader. بدالها أقول he is a problem solver. فأبدي أغير. Why? Yes, because he tries to find solution. اوكي واضح؟ واضح تمام؟ نعم واضح. نعم دكتور نعم. اوكي عندكم 3 دقائق نبدأ بتغيير المحادثة بشكل بسيط. نغير الأسئلة نشوف شنو مرادف للأسئلة نغيرها, ونشوف شنو مرادف للصفات أو للأسماء نغيرها, نتلاعب شوية بالفكرة لا أكثر ولا أقل. Okay, خضر ready. Okay. Okay, so start reading. نبدأ بالقراءة. Okay. Ahmed will be a good manager for the new project. Yes. Ali, we need someone who has a lot of creative ideas. What about Khalid? What do you think about Khalid? He's a born leader. And the people listen to him. Okay, Ali. And he is yes a problem solver. I like that. Okay, he is a problem solver. Okay, I like that. I like that. There is also the new engineer, Mustafa. How do you think of him? Well, he is a lot. He has a good idea, but he is not awful. I guess you're right. Let's talk to Khalid and see if he is interested. Let's talk to Khalid and see if he is interested. Okay, it's great. Okay. Yes. Okay. Yes. Thank you very much. Okay. Yes, who is next? Mina Ben Jahiz. Okay, Mohammed. Yes, I'm listening to you. If you already start. Yes. Yes. Who would be a good teacher for a student? Yes. We need someone has a lot of creative idea. Ideas. How about Zahra? She's a born leader. She's a problem solver. People listen to her. Okay, she is a problem solver because she tries to find. Oh, she is a know-it-all. She is a know-it-all. Yes, she is a know-it-all. Yes. Okay, because she tries. Okay, she has all answers. And yeah, I like it.
There's also that new student, Ali. Mm-hmm. What do you like of him? What do you think? What do you think? Thinks. What do you think of him? What do you think what of do you him? Think of him? Okay. Well, mm-hmm. he is a lot of fun. A lot of fun. He is a pessimist. You can say yes. He yeah, is everyone a pessimist. Know a lot of fun. Okay. Yes, he is pessimist. Yes. Yes. He is a pessimist. Yes, he is a pessimist. But he is. Yes. He is a kind of a know-it-all. Okay, great. He is kind of know-it-all. Okay. Okay, that's all. Okay, I guess or I think you are correct. I think you are correct. Yes, let's talk to Mustafa and see if he is. Okay, he likes him. If he likes him. Okay, let's talk to Mustafa and see if he likes him. Okay, as I think it's clear. Okay, thank you very much, Muhammad. Okay, just try to make sure of it. تأكد منها and rewrite it once again. Thank you very much. Okay, as I think, yes, Kamal, ready or not? Doctor, I still writing. Okay, continue. Yes, Doctor. Okay, yes, come on. Yes, come on. I'm listening to you. Ahmed, who would be a good manager for our office? Layla, we need a person who has a lot of creative ideas. How about Hassan? Ahmed, and he is a firstborn. I like that. Layla, there is also that new manager. What do you think of him? Ahmed, well, he's know-it-all, but he's a loner. Layla, I guess you are right. Let's talk to Muhammad and mm-hmm. see if he is interested. Yes, let's talk. Okay, to okay. Yes, Ahmed, and see if he is interested. Okay, yes, thank you very much. Okay, as I think it's clear, yes, you have done well. Okay, this will also be homework. You are going to memorize what have you written. About this conversation. I'm going to ask you about it on the next week. حسألكم عليها في الأسبوع القادم. Okay, let's continue to the next page. انتقل الصفحة اللي بعدها. We have a three language poster. انتقل الصفحة اللي بعدها. Language poster. Okay, let's continue. Yes, language poster. It means
Okay, مضاعفة اللغة. Yes, language booster, مضاعفة اللغة. Yes, we have. Let's continue. Yes, A, notice, لاحظ. How, كيف, we talk, نتحدث. Yes, about someone, عن شخص ما. Personality type, عن نوعية الشخصية لشخص ما. And now we have asking a سؤال about us أو بشأن someone شخص ما personality type. السؤال عن النوعية الشخصية لشخص ما. We have also describing gossip someone شخص ما personality type. وصف النوعية الشخصية لشخص ما. Yes, وصف الشخصية لشخص ما. Here we have, yes, هنا حنسأل عن وصف الشخصية لشخص معين. Okay, we have, what is Amy like? كيف تبدو Amy? أو شنو عندنا أيضا؟ عندنا نقدر نقول, what is your brother like? طبعا الـ is أستخدمها للسؤال عن الصفة. Okay, فهنا أستخدم الـ what, بعدها is, بعدها اسم مفرد, وبعدها like, يبدو. Okay, what is your brother like? What is your mother like? كيف تبدو أمك؟ What is your friend like? كيف يبدو؟ Yes, okay, صديقك. وهكذا وهكذا on this way. فإذا أستخدم أول شيء أداة الـ what بعدين is بعدين اسم مفرد بعدين like. إذا هذا إذا أسرع المفرد. Okay. What is he like? What is she like? What is it like? Okay. السؤال على المفرد. لحد الآن واضحة؟ Okay. واضحة؟ واضحة؟ واضح. Okay. فالـ what أستخدمها للسؤال. What is like? What is like? What is Ahmed like? What is your brother like? السؤال عن صفة الشخصية. لما أريد أجي أجاوب Yes, Amy or my brother is وراها الاسم أو وراها الصفة. Is a born leader. Yes, she is someone إنها شخص ما who leads الذي يقود naturally. طبعا هذا أسأل عن المفرد. إذا أسأل عن الجمع فش أقول؟ What are your friends like? What are they وراها are بعد اسم جمع وراها like. What are your friends like? What are your sisters like? كيف تبدو أخواتك أخواتك؟ What are your brothers like? What are أخلي الآر وراها اسم جمع your brothers أخوانك like يبدونه. أيضا شو هجاوب إذا كان جمع my brothers are yes my brothers are what we can say yes born leaders. قياديين born leaders. Yes, they are leads. They are, we can say, they leads naturally. They lead naturally. وهكذا. فإذا أسأل بالإز, okay, فأجاوب. إذا كان أسأل بالأستخدم الإز بالسؤال what is, يجي وراها اسم مفرد. فالإجابة أيضا حتكون بالاسم المفرد. ليش عند أسأل اسم مفرد. أيضا ننتقل نشوف الإجابة الثانية. She is someone, إنها شخص ما, who people, الذين الناس like to be around, يحبون أن يكونون حولها. إذا حولها إلى جمع شو يصير؟ My friends, yes, my friends, أصدقائي, who people, الناس, yes, like, يحبون to be around, أن يكونون حولهم. فاستخدمنا بدال الشيء استخدمنا my friends, ولغينا is someone. Okay. On this way. وهو تشتغل معناها الذي الذي أو الذين. Okay. استخدم المفرد أو للجمع. Okay. لحد الآن واضحة. لحد الآن واضحة. Okay. واضحة تمام. Okay. شوف سؤال ثاني. How would you describe كيف تصف Richard? أو how would you describe your father? How would you describe your brother? How would you describe your friend? فأنا أقدر أعوض Richard. الود دائما شاخذ الود دائما how would تاخذ تاخذ جميع الضمائر. Yes, how would he, how would they, how would you, تاخذ جميع الضمائر. وبعد الضمائر شي يجيني يجيني فعل مجرد خالي من الإضافة. How would you describe, how would you, okay, tell me, كيف تخبرني about your friend, عن صديقك. الإجابة شو حتكون؟ هخلي الاسم وراها is وراها الفعل المساعد is وراها الاسم is. فشو نقول؟ Richard who is an optimist. Oh, my friend is an optimist. Yes, he always هو دائما positive هو دائما إيجابي. On this way. Okay.
اوكي فاذا عندنا شنو عندنا ايضا؟ عندنا ريتشارد از ان اوبتيمست هو شخص متفائل هي اولويز دائما بوزيتيف ايجابي ريتشارد يس ريتشارد از ا جاي ريتشارد از ماذا هو؟ از ا جاي هو الشخص ذات اذرز من الاخرين سي يرونه سي يرونه يس سي يرونه يس that a guy that others see around him as I know it all. أو شو نقول my friend is a guy هو الشخص أو is a person هو الشخص that others يس الآخرين see him يرونه as a role model كقدوة كقدوة فهنا مجرد أدي أغير بالصفات الشخصية اللي حكينا عنها. أوكي فإذا فالسؤال الأول حبدي أغير بيروح حنبدي نغير حنبدي نغير What is your friend like? كيف يبدو صديقك؟ My friend is a born leader. Yes, on this way. What is your sister like? Yes, on this way. My sister is an optimist. She is thinks. Okay, she is someone who thinks to تفكر. Yes, positively. بشكل إيجابي. Number. Okay, the second one. اللي حد أيضا أغير السؤال الثاني. How would you describe your friend? بدال ريتشارد استخدمنا your friend أو your sister. My sister is a born leader. She is always positive. هي دائما يس ماذا تنظر بشكل إيجابي. كلي واضح؟ وكلير واضحة؟ واضح أستاذ. Okay, so I'll give you 2 minutes. أعطيكم دقيقتين. حاول دقيقتين أعطيكم. نغير السؤال. حنغير معنى السؤال. نغير يس السؤال. نتلاعب بالسؤال. والإجابة أيضا نتلاعب بها. نستخدم صفة أخرى. Okay. On this way. وايضا السؤال الاول والسؤال الثاني ايضا حنغير بهم حنغير بهم على الترتيب Yes. Okay, yes, come on. What's your father like? Okay. My father is a know-it-all. Mm-hmm. He is someone who guides my family. Okay, he is someone who knows everything. Oh, he yes, he thinks. Oh, he yes, who thinks that he يعتقد that he knows everything. الذي yes يعلم كل شيء. Okay. Yes. He's someone who people like to be around. Okay. How would you describe your mother? Okay. My mother is an optimist. She is always positive. My okay. mother is a person that my family see as a born leader. Okay, see as a born leader. Okay, great. Fantastic. Yes. Thank you very much. Who is next? Neil and Jahez. اوكي من ايضا جاهز خضر اوكي يس محمد يس اوكي يس what does Ali like yes Ali is
loner is someone who leads naturally. Someone who leads sensually. He is someone who leads sensually. Great. Someone who leads naturally. Yes. Green doctor. Yes, how would you describe? How would you The screen is okay, how موجود okay. Yes. Okay. How old you description describe. Okay. Ahmed. Ahmed is a role model. He is always the positive. Ahmed is the others he as know at all. Yes, okay, the other is he as a know-it-all, as a know-it-all. Okay, great, thank you very much. Okay, who is next? Yes, Muhammad? Yeah, yes, Muhammad? Yes, doctor. Yes. Who is Zahra? Zahra is no, a no, loner. No, no, no. Now, what is Zahra is someone... like? Muhammad, what is Zahra like? What is Zahra like? Yes, yes. What is Zahra like? Yes, mm-hmm. yes. So, I'm sorry. Yes. Zahra is a loner. Is a loner. She is someone, and now she is someone who prefers who to loves be alone. To be alone. Yes, who prefers used to be alone. To prefer or Yes, or loves to be alone. تحب أن تبقى واحدة. تمام, great. How would you describe? Yes. يعني زهراء أو يعني أحمد. How would you describe Ahmed? How would you describe Ahmed? Yes. Okay. Ahmed is a flower. Is a flower. A follower. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. He's always. Mm-hmm. Follow his father's advice. He's always okay. Follows because okay his father's advice. Yes, because his father is a know it all. Okay, because his father okay is a know it all. Okay, because his father is he is a know it all. Okay, great. Fantastic. Okay, so this is also will be homework. I'm going to ask about it on the next week. Let's continue and go yes to the listening. Here we are going to concentrate on listening. هنتقل إلى الاستماع. ننتقل إلى الاستماع. Listening for listening. استماع. Okay. Listen. استمع. Four people. أربعة أشخاص are describing يصفون themselves. أنفسهم. Four people. أربعة أشخاص are describing يصفون themselves. أنفسهم. Write اكتب the type noun of person الشخص they are الذين هم in the first column في العمود الاول we have Maya لدينا الشخص الاول Maya Roberto الشخص الثاني الشخص الثالث Bernetta الشخص الثالث Young Ho yes الشخص الرابع Young Ho for we have four persons عندنا اربعه اشخاص راح نذكرهم yes عندنا yes we are going to mention the type of person حنذكر نوعية الشخص And we are going to mention the quality. Yes, and as we can say, the quality means the reason, السبب, or the quality it means النوعية. فحنذكر نوعية the type النوعية and the quality, السبب. Okay, حنذكر النوعية والسبب. فعندنا four persons, عندنا أربعة أشخاص, Maya, Roberto, Bernetta, Yang Ho, أربعة أشخاص. أيضا عندنا السؤال اللي جوا اللي هو بي, أيضا نقرأ. Listen again, استمع مرة أخرى. What did they say? ماذا هم قالوا? That helped, الذي, yes, that helped you, ساعدك with your answer. Yes, الذي ساعدك بالإجابة. شين الأشياء اللي قالوها بحيث ساعدك بالإجابة? Complete, أكمل the second column, أكمل العمود الثاني. فعلى العموم هنا حنبدي نكتب reasons, الأسباب, هنا نكتب type. Type مع نوعية الشخص, وهنا quality معناها الأسباب. فلت listen, نستمع. نستمع إلى طبعاً هاي حننتقل إلى صفحة as I think let me just see حننتقل إلى صفحة بالكتاب صفحة 98 page
98 listen 2 فحننتقل الى صفحه 98 just wait a little ننتقل الى صفحه 98 حتى ننتقل الى نص الاستماع ونشوف شنو اللي عندنا بالضبط شنو الاشياء اللي عندنا ننتقل الى صفحه 98 just wait a little yes we have here listen 2 okay just okay we are going to listen نستمع we have yes track 7 page 5 listening okay so كلكم وياي ان شاء الله كلكم وياي yes no. صفحة 98 صفحة 98 yes listen 2 listening استماع part A and B الجزء الأول والثاني yes استمع Page 5. Listening. A and B. Maya. Maya. I volunteer 3 times a week after school. Okay. I volunteer أنا أتطوع 3 times 3 مرات a week في الأسبوع. Yes. After school. بعد المدرسة. I go to an elementary school in an underdeveloped neighborhood. I go and I head to an elementary school in a مدرسة مبتدائية in underdeveloped neighborhood في منطقة نائية أو في منطقة قروية أو غير متطورة underdeveloped means غير متطورة neighborhood منطقة and help students with their homework and help وأساعد students الطلاب with their homework بواجبهم they don't have private tutors they don't have private tutors ليس لديهم مدرسين خاصين And their parents are usually busy working. And their parents ووالديهم are usually at and busy working. مشغولون بالعمل. The kids look up to me and ask me for advice. The kids, الأطفال, look up to me, ينظرون إلي باحترام. Yes, and ask me, ويسألونني, yes, for advice, عن نصائح. Yes, ask me, يسألونني, advice, نصائح. I try to set a good example, and I encourage them to study hard. I try and I أحاول to set and أكون a good example, قدوة جيدة, and I encourage them وأنا أشجعهم to study hard. أن يدرسون بجد. So, what do you think? Encourage it means يشجع. So, what do you think about Maya? What do you think? How can you describe Maya? شلون نقدر نوصف Maya? She is what? How can you describe Maya? Should I of Maya? Yes, Maya. What do you think, Maya, about Maya? She is what? Positively. She is what? Positively. She is pessimist. No, not she is pessimist. No, you are wrong. She is a role model. إنها قدوة. She is a role model. قدوة. Why? لماذا? نخلي خط. Because she tried to set a good example. Yes, because why? She tried, okay, to set a good example and encourage وتشجع the student, الطلاب, to study hard. يعني يدرسون بجد. Okay? Yes, and give them advice. And give them advice. كلي واضح? She is what? She is a role model. إنها قدوة. Why? Because she tries to حاول to set and تكون a good example. And encourage the student to study hard. واضحة؟ واضحة الإجابة للكل؟ واضحة لو صعبة؟ yes. واضحة لو صعبة؟ واضحة؟ واضح. تمام. ننتقل. نكمل. Roberto, number two. Roberto. فهنكتب بالتايب الأول بالفراغ الأول نكتب شو نكتب؟ نكتب she is a role model. Why? Because she tries to set a good example and encourage students to study hard. Number two, Roberto. Roberto. When I think about things, I try not to think too much about the negative side of things. When I think in my mind of care about things, I try not and I أحاول, yes, I try not to think, I أحاول ألا أفكر too much كثيرا about the negative side, مشان الأشياء السلبية of things, الأشياء. يعني ما أحاول نفكر بالأشياء السلبية. I try to focus on the positive.
I try أنا أحاول to focus or نركز focus يركز on the positive على الأشياء الإيجابية. I think things will work out for the best. I think أنا أعتقد things الأشياء will work out will سوف work out to حل for the best بطريقة أفضل. And they usually do. And they usually do ودائما تنجح هذه الأشياء. Some of my friends are just the opposite. Some of my friends بعض من أصدقائي are just هم فقط the opposite عكسي. Okay. بيهم as عكسي. And that can be hard on me sometimes. As and that can be hard on me sometimes. وهذا يكون علي صعب في بعض الأحيان. And that can be hard on me sometimes. I guess I prefer to be around people who also focus more on the positive. I guess أنا أخمن أو أنا أعتقد I prefer أنا أفضل to be around the people أن أكون حول الناس who also الذين كذلك focus يركزون more بشكل أكبر on the positive على الشيء الإيجابي. But I get that not everyone is the same. But I get ولكن أنا فهمت أو أنا أفهم that not everyone ليس كل شخص is the same. Yes. بنفس يس لديه نفس الطريقة ولديه نفس التفكير. So what do you think about Roberto? شنو رأيكم بروبرتو؟ Optimist. Is what? Optimist. Is optimist. Optimist. He is an optimist. Why? Because he tries to focus on the positive. يحاول أن يركز على الأشياء الإيجابية. Okay. Yes. Okay, you think is and thinks okay will work out for the best. Okay, some friends say okay yes, because he prefers okay to be around people who also focus more on the positive. Okay, يفضل أن يكون حول الناس الذين يكونون ويركزون أكثر على الأشياء الإيجابية. Clear, واضح. So he is an optimist. هو ماذا شخص متفائل. He tries to focus on the positive. Clear, واضحة. Clear. No. Okay, واضحة. تمام. ننتقل نكمل. We have Bernata. عندنا أيضا Bernata. Bernadette. I'm the type of person who tries to fix things. If I see something wrong. Okay, I'm the type and a noun of person من الأشخاص who tries الذي يحاول to fix things. أن يصحح الأشياء. If I see something wrong, إذا رأيت شيئا ما خطأ, I try to make it right. أحاول أن أصححه أو أحله. I try to make it right. It drives me crazy when I see a problem and no one is doing anything about it. It drives me أنها تقودني crazy إلى الجنون when I see a problem عندما أرى مشكلة and no one ولا شخص is doing يفعل anything أي شيء about it بشأنها. It is better إنه من الأفضل. It's better to fix problems right away. It is better من الأفضل to fix أن أصحح أو أن أصحح أو أن أحل problems المشاكل right away حالا. أها. I think this is a good quality to have. I think أنا أعتقد this is a good quality هذه صفة شخصية جيدة to have أن تكون لديك. I just started a new job. And my boss seems really pleased with my work so far. I just and التو started بدأت a new job بعمل جديد. And my boss رئيسي في العمل seems يبدو really حقا pleased سعيدا with my work بعملي so far إلى حد الآن. Some people just accept a problem, but it doesn't have to be that way. Some people bother me nas, okay. Just accept تقبلون a problem مشكلة but it doesn't have to be ولكن يجب ألا تكون that way بهذه الطريقة. It always feels satisfying when I can solve something. It always إلى دائما feels تشعرني satisfying بالرضا أو القناعة أو yes أو السعادة when I can solve something. Okay عندما أستطيع أن أحل say something شيء ما. So what do you think about Bernata? She is what? Bernata? How can you describe Bernata? Should you know Bernata? She is what? Problem solver. A problem solver. Why? Yes. Because?
Yes, if she sees something wrong, she A tries problem to solver. make it right. Yes, she doesn't say a problem solver. صحيح, correct, صحيحة. ليش؟ Why, ولماذا؟ If she sees something wrong, she tries to make it right. تحاول أن تصححها. Try to solve this. Yes. And she will feel what? Satisfying. It always feels satisfying when she can solve something. دائما تشعر بالسعادة, satisfying, أو بالارتياح. Yes, when she can solve something. عندما تحاول أن تحل, yes, بعض من المشاكل. So what do you think about Bernetta? Bernetta is a problem solver. Why? Because if she sees something wrong, إذا رأت شيئا ما خاطئ, she tries to حاول to make it right. تحاول أن تجعله صحيحا. كل واضحة للكل؟ واضحة؟ نعم. Do you have questions? عندكم أسئلة؟ Okay. You don't have. Okay. So Yang Ho, Yang Ho, let's continue. Young Ho, My sister is a real people person, but I'm just the opposite. My sister, أختي, is a real people person. A real people person معناها شخصية اجتماعية. It means an outgoing or a sociable person. شخص اجتماعي, real people person. But I am just the opposite. ولكن أنا عكسها. لكن أنا عكسها. I prefer to do things on my own more. I prefer أنا أفضل to do things أنا أقوم بالأشياء on my own more بمفردي. Yes. I like people, of course. I like people أنا أحب الناس of course بالطبع. But I also really enjoy my own time. But I also لكن أنا كذلك really حقا enjoy أستمتع my own time. My own time وقتي الخاص. I read a lot. Go for walks by myself. I read a lot. أنا أقرأ كثيرا. Yes. Okay. Go for walks. أذهب إلى المشي by myself بنفسي. Things like that. Things like that. أشياء كهذه. I have friends and we have a lot of fun together. Yes. I have friends. Yes. And we have نقضي a lot of fun together. الكثير من المرح يسمعا. But I guess I prefer being on my own. But I guess أنا أخمن I prefer أنا أفضل being on my own أن أكون مفردي. Some people think that's a bad thing. Some people بعض من الناس think يعتقدون that is a bad thing هذا شيء سيء. But I don't think so. But I don't think so. ولكن أنا أعتقد كذلك. So what do you think about Hyung Ho? What do you think about Hyung Ho? He is a loner. He is a loner. Why? Loner. Yes, why? Because he prefers to do things, yes, on his own. Okay, by, yes, by his, okay, by his own. Oh, yes, we can say to do things on his, yes, to do things, okay, yes, alone, to do his things alone. And يقوم بالأشياء بمفرده. Okay, yes, because, okay, also he read a lot, okay, yes, go for works by himself, okay, on this way, yes. Yes, and he prefers, okay, to being, yes, alone. Okay, yes. Clear, واضح? Clear, واضح? نعم, واضح. Clear, واضح. So, we are going to listen once again. هنستمع مرة أخرى. Just try to concentrate. مطلوب منكم, المطلوب من هذه, حيكون عندنا واجب أيضا, بأنه راح نقراها تسجيل صوتي, تسجليها تسجيل بصمة صوتية. الكلمات الجديدة أأشرها أأشر أخلي جواها خطين وكل كلمة موجودة داخل هذا النص أدخل كل كلمة في جملة وأحفظ الجملة أدخل كل كلمة في جملة وأحفظ الجملة وحنستمع مرة أخرى حنستمع مرة أخرى للنص نستمع مرة أخرى حاول أركز حاول أركز Page 5 Listening A and B Maya I volunteer 3 times a week after school. I go to an elementary school in an underdeveloped neighborhood and help students with their homework. They don't have private tutors, and their parents are usually busy working. The kids look up to me and ask me for advice. I try to set a good example, and I encourage them to study hard. Roberto. When I think about things,
I try not to think too much about the negative side of things. I try to focus on the positive. I think things will work out for the best, and they usually do. Some of my friends are just the opposite, and that can be hard on me sometimes. I guess I prefer to be around people who also focus more on the positive. But I get that not everyone is the same. Bernadette. I'm the type of person who tries to fix things. If I see something wrong, I try to make it right. It drives me crazy when I see a problem and no one is doing anything about it. It's better to fix problems right away. I think this is a good quality to have. I just started a new job, and my boss seems really pleased with my work so far. Some people just accept a problem, but it doesn't have to be that way. It always feels satisfying when I can solve something. Young Ho. My sister is a real people person, but I'm just the opposite. I prefer to do things on my own more. I like people, of course, but I also really enjoy my own time. I read a lot, go for walks by myself, things like that. I have friends, and we have a lot of fun together, but I guess I prefer being on my own. Some people think that's a bad thing, but I don't think so. Okay, so clear for all of you, Al-Khalkul? Okay. So who is ready to read the first character? من جاهز لقراءة الشخصية الأولى مايا؟ من جاهز؟ من جاهز عندنا لقراءة الشخصية الأولى؟ The first character, مايا. Yes. جاهز. Yes, Kamal. Yes, مايا. I volunteer. I volunteer 3 times a week after school. I go to an elementary school in an underdeveloped neighborhood and help students with their homework. They don't have private tutors and their parents are usually busy working. The kids look up to me and ask me for advice. I try to set a good example and I encourage them to study hard. Yes, thank you. Okay, yes, Khadar, Roberto. Khadar, Roberto. Yes. Yes. Okay. Yes, when I think. Roberto, I think about things, I try not to think too much about the negative side of things. I try to focus on the positive. I think things will work out for the best, and they usually do. Some of my friends are just the opposite. Okay. Yeah. And that can be hard on me sometimes. I guess I prefer to be around people who also focus more on the positive, but I get that not everyone is the same. Okay, yes, thank you very much. Okay, yes, Muhammad, yes, Muhammad Bernata. برنتا هسه ما طالع عندي، انا طالع عندي هسه روبرتو. اوكي موجودة على التليجرام، على التليجرام انا دازها، على التليجرام بتاريخ اليوم، يوم 16/3 واجب على التليجرام 16/3 داخل المجموعة، مجموعة التليجرام. هسه طلعت يمك شاشة ولا ما طلعت يمك شاشة؟ اكو يمك شاشة ولا ماكو يمك؟ اوكي. That's just a title. Okay, has a shasha amamak shasha? Okay, doctor. Tamam. Okay. Yeah, yes, Bernata. I am the type of person who try to fix
things. Mm-hmm. If I see something wrong, I try to make it right. Mm-hmm. It drives me crazy mm-hmm. when I see a problem. Mm-hmm. So no one is doing anything mm-hmm. about it. Mm-hmm. It's better to fix problems right away. Mm-hmm. I think this is a good quality to have. I just started mm-hmm. a new job and my boss seems really, really pleased with my work so far. Some people just accept a problem, uh-huh. but it doesn't have to be that way. Okay. It always feels satisfying mm-hmm. when I can solve something. When I can my solve sister. Something. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Kamal Yangho. Yes. My sister is a real people person, mm-hmm. but I am just the opposite. I prefer to do things on my own more. I like people, of course, but I also really enjoy my own time. I read a lot, go for walks by myself, things like that. I have friends and we have a lot of fun together, mm-hmm. but I guess I prefer being on my own. Some people think that's a bad thing, but I don't think so. Okay, great. Yes, thank you. Excellent. Okay, so this will be homework. أيضاً هذا حيكون واجب. القطعة حسجل تسجيل صوتي بصمة صوتية وإذا على الخاص الكلمات جديدة حأشر عليها وأدخلها في جمل. واضح؟ تمام؟ أوكي. تمام. نرجع إلى نكمل ال listen to نرجع نشوف شنو عندنا أيضاً بقى عندنا أعتقد نشوف شنو الأشياء المتبقية. Listen to, just wait a little. Okay, as I think we have speak with confidence and نتحدث بثقة. Speak with confidence and نتحدث بثقة. هنشوف عندنا questions, أسئلة. Speak with confidence. Okay. تحدث بثقة. Speak with confidence. Okay, page, اللي هي page 5, صفحة رقم 5. Okay, صفحة 5. A pair word. نعم. أستاذ العفو هاي الصفحات اللي تزلنا يجيني بشكل عريض يعني صعب للقراءة فما أدري يجي للكل يجي له بس إلي يجي يعني يجي عريض أستاذ يعني صعب للقراءة موجود الكتاب اسمه الكتاب أنا داز الكتاب هو اسمه متن ولما تكمل المحاضرة الكتاب راح أدرسه PDF على المجموعة حتى تتأكد تحمله على كتاب PDF أوكي إن شاء الله تمام اوكي راح ارجع ادز الكتاب حتى تستخدم الكتاب اوكي عندنا speak with confidence تحدث بثقة speak with confidence تحدث بثقة pair work عمل SA pair work عمل جماعي yes interview قابل your partner شريكك yes to find out لتجد if he اذا كان هو or she او هي a leader قائد or a follower تابع check ضع علامة صح your partner answers على إجابات yes ماذا check ضع علامة صح your partner's answers إجابة زميلك في الصف so question number one سؤال أول are you a leader or follower are you هل أنت a leader قائد or a follower أو تابع question number one it says are you usually هل أنت عادة the first الأول of your friends أصدقائك okay, to try new things هل أنت دائماً تجرب الأشياء الجديدة؟ دائماً أنت تجرب الأشياء الجديدة؟ إيش هتقول؟ Yes, I always دائماً try أحاول Yes, new things الأشياء الجديدة Yes, because I like what to do, develop Yes, أنا أطور And yes, to develop أنا أطور and improve وحسن my skills مهاراتي فدائما هل انت الاول من اصدقائك ان تحاول تجرب اشياء جديده learning okay about a new device تتعلم بشأن okay جهاز جديد او learning a new language okay تتعلم لغه جديده او yes we can say okay buying a new clothes okay a new style
يس موديل جديد او كلودس من الملابس فايضا حتجاوب عليها على هذا السؤال حنجاوب عليه question 2 يس السؤال الثاني do you ignore هل تتجاهل دائما تتجاهل what's trinity ما هي الاشياء الحديثه trinity means the modern trinity means modern الحديثه and buy وتشتري the things الاشياء you like تشتري الاشياء اللي انت تحبها دائما او الاشياء القديمه اللي انت معتاد عليها I'll buy the things that you used to. طبعا this is okay. This is up to you. هذا الموضوع يعني يعود لك. فتقول مثلا I always أنا دائما I buy okay أشتري the things I like أو the things I used to. الأشياء التي أنا اعتدت أن أشتريها because I don't want to imitate yes another persons. I don't want أنا لا أريد to imitate أن أقلد another persons أشخاص آخرين. فهنايا question 2 do you ignore هتتجاهل what's the trinity ما هي الأشياء الحديثة and buy the things you like وتشتري الأشياء التي يستحبها okay واضحة لحد الآن واضحة لحد الآن واضحة نعم واضحة question 3 are you confident هل أنت واثق in your skills في مهاراتك and talents ومواهبك هل أنت واثق من مهاراتك من مهاراتك ومواهبك اوكي شو تقول تقول yes نعم yes نعم I am confident انا واثق confident صفة تاخذ يجي قبل is are am yes I am confident انا واثق in my skills في مهاراتي and talents ومواهبي because I am a good engineer انا مهندس جيد او I am a professional engineer انا مهندس محترف I am a professional lawyer أنا ماذا محامي محترف yes and I have yes a good experience لدي خبرة جيدة in my work yes and I always أنا دائما learn أتعلم من new skills مهارات جديدة كي واضح واضح ولا صعبة نعم واضح okay واضح للكل واضح للكل تمام let's go question 4 do you feel هل تشعر question 4 Do you feel هل تشعر comfortable بالراحة هل تشعر بالراحة دائما making difficult decisions making باتخاذ difficult yes صعبة decisions قرارات هل تشعر دائما do you feel هل تشعر comfortable بالراحة making باتخاذ difficult صعبة decisions قرارات دائما تشعر بالراحة لما تتخذ قرارات صعبة what do you think ستغد yes محمد كمال yes خضر what do you think شخص لما يتخذ قرار صعب شيء يحس بالراحة لما يحس بالراحة رأيكم no والقرار الصعب صح no yes yes they feel comfortable شخص لما يتخذ قرار صعب بحياته he will feel comfortable سوف يشعر بالراحة okay why because they are going he is going you know سوف أو I am going I feel شو هتكون الإجابة الإجابة حتكون I feel أو I'll feel أنا سوف أشعر comfortable بالراحة when I make عندما أتخذ difficult decisions قرارات صعبة because I will develop أنا سوف أطور my future my life حياتي and my skills مهاراتي and my talents okay example when you want to learn a new thing لما تتعلم شيء جديد or when you want to learn a new program تتعلم برنامج جديد Or a new language. تعلم yes لغة جديدة. You are going to make a decision. تتخذ قرار. Why? Yes, because you are going to yes to be more comfortable. حتكون تشعر بالراحة لما تبدي تطور نفسك وتطور مهاراتك وتتخذ هذا القرار. On this way. When you are going to buy a house, تشتري منزل. When you are going to buy a car, on this way. كل واضحة؟ Clear. Okay. 5. Do you get excited? هل تشعر بالحماسة by new challenges? Do you get? هل تشعر means feel. Get means feel. يشعر excited بالإثارة by new challenges. عندما تقوم بالتحديات جديدة تشعر بالإثارة yes. دائما لما عندك تحديات. Why? Yes, who can tell me? Yes, about this answer. Who can answer this question? ممكن يجاوب على هذا السؤال. I feel. Excited by new challenges. Why? Because
Yes, because the new the challenge make me strong. Make me stronger. Great. Because the new challenges make me stronger and I learn and سوف أتعلم. Yes, and new things. New experience. And learn a new experience and I'll achieve my dreams. وسوف أحقق مدى أحلامي and make my dreams come true. Yes, وتصبح أحلامي حقيقة. On this way. Question 6. Are you someone, هل أنت شخص ما, that others, من الآخرين, or that people, أو الناس, see, يرونك, as a role model, كقدوة؟ هل أنت الناس يشوفك قدوة؟ نظرهم؟ عائلتك يشوفك قدوة؟ أصدقائك يشوفوك قدوة؟ Yes. Okay. فشو هتجاوبني؟ Yes, I am a role model. Because دائما I give and I أعطي. Because I do. Yes, I give. أنا أعطي my friends, أصدقائي, my family, عائلتي, advice, نصائح, yes, and solve وأحل their problems, مشاكلهم. Clear واضحة؟ Clear؟ نعم. عندكم سؤال؟ عندكم سؤال؟ Do you have questions? Do you have questions? Okay, we don't. So this will be homework, هذا حيكون واجب. I'm going to ask you about these questions. حسألكم عن هاي الأسئلة بالأسبوع القادم. حيكون بها امتحان. ويكون أيضا بها تقييم. Okay. مثل ما قلنا تقييم من 60 درجة. Okay. التحضير اليومي. Okay. فاللي عنده سؤال قبل ما أنهي المحاضرة يسألني. Okay. عندكم أسئلة قبل ما أنهي المحاضرة. عندكم أسئلة. Okay. رح أرجع أعيد الواجب. رح أرجع أعيد الواجب. اوكي حرجع عيد الواجب. الواجب عندنا listen to. اولا عندنا حنكتب 8 جمل لوصف افراد العائله. الواجب الاول حيكون عندنا كتابه 8 جمل لوصف افراد العائله باستخدام الكلمات اللي حكينا عنها: a role model, problem solver, follower, born leader, loner, optimist الى etc واخره. اوصف اي فرد من افراد العائله واوصف الاصدقاء مع ذكر السبب. هذا الواجب الاول. الواجب الثاني عندي المحادثة، راح أغير بمعنى المحادثة أو أغير بجمل المحادثة، أغير بالصفات، أغير بالأسماء وأرجع أكتبها بطريقة الخاصة وأحفظها على هالترتيب. ننتقل للصفحة اللي بعدها Language Booster. أعيد صياغة السؤالين مع إجابتين باللانجوج بوستر مضاعفة اللغة. أوكي حسأل عن الصفة الشخصية وأجاوب. Listening الاستماع، راح أروح على نص الاستماع اللي استمعنا قبل شوية إليه، راح أأشر كلمات جديدة، راح أدخل الكلمات الجديدة في جمل، أوكي، وأحفظ الجمل، وبالإضافة إلى ذلك أقرأ نص الاستماع تسجيل صوتي بصمة صوتية وأدس على الخاص. عندنا أيضا speak with confidence تحدث بثقة. عندنا الأسئلة الستة حقراها، أجاوب عليها، أحفظ الإجابة، بس وأسألكم عليها بالأسبوع القادم. عندكم سؤال؟ عندكم سؤال؟ دكتور بس بلا زحمة عليك، الثلاثة والأربعة والخمسة بس عيدنا ياهم. أي ثلاثة؟ أي أربعة؟ أي خمسة؟ الثلاثة والأربعة والخمسة. الثلاثة language booster. language booster اللي هي قلنا السؤالين حبدي أحورهن، أستخدم معاني مختلفة أو أسئلة مختلفة مع إجابات مختلفة. هاي بالنسبة للlanguage booster. أوكي واضح؟ تمام صوتي واضح. للليسنينج قلنا بالنسبة للاستماع، الاستماع راح أروح على نص الاستماع اللي هو بأخير الكتاب صفحة 98، أقرأ النص، أأشر كلمات جديدة، أدخل كلمات في جمل وأسجلها صوتيا وأدزها على الخاص. أوكي واضح تمام صوتي واضح. زين دكتور على الخاص يعني فترة تجقد مثلا؟ منا قبل يوم الثلاثاء القادم، قبل يوم الثلاثاء يعني قدامك تقريبا 6 ايام على الترتيب. اوكي اوكي اوكي. speak with confidence ايضا نفس الشيء، ايضا حقر الاسئله واجاوبهم، اكتب اجاباتهم واجاوبهم. يس yes. والاسبوع القادم اسالكم بها. واضح تمام.